انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على اي اف ام احلى راديو. العشرة وستاش دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب موصين حتى الحداش متعليل. كل التحية لكم متابعينا وين ما كنتوا، تابعوا فينا تنجموا تابعونا عشان يوتيوب اي اف ام تي في والباش فيسبوك راديو اي اف ام. ما بعرف شو مخبى بكرة وشو اخر الحكاية، يا خوفي بقالي ذكرى للايام اللي جاي. غناية ادم على بالي استلهمنا منها موضوعنا اليوم، خايف من غدوة خايف من بكرة. علاش خايف من بكرة ومن شنية خايف من غدوة؟ شنية سبب خايف من غدوة؟ على شكون؟ على روحك ولا على الناس اخرين؟ ومن شنية بالضبط؟ تكلمنا على رقم 31 308 1 31 308 1 معنا ليلى. اهلا وسهلا. اهلا بك طارق. السلامة مدام، شو حوالك؟ ما حوالك بس عليك الحمد لله. قديش العمر ليلى؟ عمر 40 سنة. من تونس؟ ايه زهران. ايه بيه شنية اللي خايفة عليه من غدوة ليلى؟ والله الحقيقة الحقيقة حط شيء يخوفني، حاجة واحدة ولادي. شنو؟ مريت برشا صعوبات وما خوفونيش قد ما مخوفيني. تا خايف عليهم ولا منهم؟ خايف عليهم. عليهم صغار هما 16 و 17. خايف عليهم لا ما يلقاوش حد ولا ما يلقاوش وين يقعدوا ولا خاطر كان انا وحدي، يعني انا وياهم نعيش. انت وياهم والوالد والدهم؟ لا متوفي راجلي، متوفي. توا كي تعمل دوره يمين ويسار على اللي صاير على البلاد على العالم على الدنيا، شنو تخاف بالضبط؟ خاف عليهم على الاخر، خاطر انا نعيش انا وياهم وكان خدمت انا جبت، ما فماش نقف كل، فهمت؟ ايه في عمرهم هذا منطقي انه كان خدمت انت تقف، كان ما خدمتش انت يعني ما عندهمش حاجه، ما عندهمش حاجه اخرى غيرك. أفاري انا ما عندهمش حتى حاجه، فماش اب او جد او سند اخ، ما فماش حتى واحد حتى واحد صدق. معناتها كلها بعاد يعني، كان انا وياهم حقيقة. هما حاسين اللي انت خايف عليهم ولا مازال ما وصل لهمش الاحساس؟ لا انا ما نوريش حتى شيء قدامهم، فهمت؟ هما يوم كبروا هما في الليسي دوزيام تروزيام كيكا ستيام باه تخاف عليهم من بعضهم؟ لا مش من بعضهم، لا الحقيقة خاطريات أقرب لبعضهم. أنا ربيتهم على الحنان وعلى ما ياكل واحد حاجة ما يخلي الخوه ما تخاف عليهم غدوة برشة. تخاف عليهم غدوة من أقربائهم الأخرين؟ إيه نخاف عليهم برشا برشا برشا. تخاف عليهم غدوة من عائلة أبوهم؟ إيه. تخاف عليهم غدوة من عائلتك؟ لا والله مش من العائلات الاكثرين، خاف عليهم من الزمان كما نقول، واحنا اكثر من العائلات. من الوقت؟ من الوقت ما عنديش حتى حاجه اخرى نقول انا. على فكره علاش خلاني نخاف؟ انا ما كنتش نعرف روحي، كنت نخدم فهمت، مشيت نعدي ما كنتش نعرف روحي ميزه. كيفاش ليلى؟ ما كنتش نعرف خلاني عندي القلب، ما كنش في بالي يعني. انت نخزة معادي يعني ما نعديش وما انت مريضة توا؟ مشيت نعدي يا اخي عندك مشكل في القلب. ما كنتش نعرف في القلب. دوك انت اليوم وليت خايف عليهم لانك انت مرضت وخفت على روحك لا تخليهم. خفت لا تخليهم عامل حتى حد خل في انا ما تنمي. وهكا وليت خايف عليهم من الوقت ومن الزمن. كنت الزمن يخوف ولا الناس؟ ولا الناس؟ والله الناس نجم تتحداها مهما كانت يعني. انا اقول الناس تخوف اكثر من الزمن، اكثر من الدهر، لانه يقول لك لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله. اكيد احنا نقولوا ينعموا الوقت. اكيد يقول لك لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله. الناس هي المشكلة، الوقت على روحه، هاي ساعة تمشي على روحها الساعة. أما الناس اللي في الساعة ذيك شي يعملوا وش يقولوا؟ كان تبعتنا في أول الحصة، أنا الحقيقة لا كان تبعتنا في أول الحصة ليلى. دخلت معنا مستمعة يسرى هذولي في أول الحلقة، معتها حبيت ناخذ المرأة هذي. مش الوقت اللي يهدها، الناس العبيد. الناس مش العبيد.
لا لا انا عكسها، تعرف علاش؟ علاش؟ خاطر انا تعرضوا لي برشا عباد وحبوا تليفوني برشا عباد وحبوا يدخلوني في برشا متاهات، وكنت اقوى منهم يعني. يا ربي لازم تكون انت زاد عندك عزيمه روحك يعني، ما تخليش تعطيش فرصه للعبد باش يهدك، وباش هي العباد في كل بلاصه تحاول باش تهدك، تحاول باش تعمل. انا حبوا يهدلوني اصلا، ساعات تلقى روحك في، ساعات تتحط في سيتوياسيون، في وضعية تلقى روحك فيها لا تعرف كيفاش انا دخلت لها لا كيفاش اختصت فيها. سامحني انا في عائلة راجلي وصلوا حطوا لي حاجات نتاعي ماهيش في داري، بالعاني زعما باش يطلعوني مهبولة من الاخر. اي بون، انت مش كيف ليلى، لانه هي الدارهم مش عائلتها، هي ابوها وام الدار اللي العائلة الصغيرة اللي تسكن معها، مش عائلة راجلك اللي جايين من برا، هي العائلة الصغيرة ولا دار ابوها. العائلة الصغيرة اللي انت تتك عليها هي سبب الوجيعة، شو باش تعمل؟ اي نحاول نبعد منهم انا الحقيقة، مهما كانت السيفة يعني. على كل، لكل ما نخليش روحي ان شاء الله ربي يقف معاها، ولا يغذتني على الاخر. مشيتي انا حبيت الحق، حبيت ناخذ امرأة ونقف معاها، خاطر الواحد لازم يكون عنده عزيمة روحه الحقيقة. هاتوا يعطيك نمرها توا في الاوف تاي. اي والله اشخاص تاي يكلموك يعطيك نمر يسرى، لانه يعني يسرى تستحق اي حد يكلمها ويحكي معاها. اي مسير وتفرق قلبها ولا تعرضت لبرشا حاجات انا فيديو صعيبه صعيبه صعيبه، ما تخليش فرصه، ما تخليش ولا حتى ابوك وامك تعرف يستقلوا عليهم الله غالب. ليلى صيحوا واحد ليلى. اه لو الوقت جاء انسان عنده اذنين يسمعك، شنو تقول له؟ قل له ما عندك ما تعمل الحقيقه. شو تقول له؟ ما عنده ما يعمل يعني، ما عندك ما تعمل يا وقت صيفة. ما انها كانت صيفة يعني الحقيقة، خاطر مريت برشا حاجات صعيبة انا والحمد لله يعني نخرج منها والحمد لله يعني. لا ترى واحدة للصحة. شوف اللعبة هذه وربي يعطيك طول العمر وربي يعطيك الصحة والعافية. امين يا ربي. نحكيه على 30 سنة برا، 50 سنة اخرين. خمسين سنة اخرين، واحد من صغارك يحب يحل الفيديو هذي، كان قعد يوتيوب وقتها. شنو الجمله اللي تحبوا يسمعها من امه هكا وهو حل الفيديو بدا يقدم هاو او ديما مقمره، هو يلقى يدي تطلع، هو وصلته واليدي تطلع هكذا هكا يقدم لها بشوي، خاطر كي تقدم بشوي تشوف التصويره في اليوتيوب. شنو تحبوا يسمع من عند امه تو هو تو تلقاه وقته عمره 67 راه هو عمره 67 اي هو عمره وقته يبدا 67 يبدا عنده عايش. شنو تحبوا يسمع من عند الوالده؟ ان شاء الله ربي شو نقول له؟ نقول ان شاء الله ربي يبقى على الستر ويطول ويصحى بدنه، هي اكثر حاجه. ان شاء الله يطلع عاش في الخير وفي الراحه. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نحاول هكا نوفر لهم اللي ما عشتوش انا واللي ما هو بما انه باش يتفرج فينا 50 سنه اخرين. بلي خلينا نقول له ادعي لنا، ادعي لنا ويدعي لنا ان شاء الله نعيشوا نفس لا ادعي لنا احنا في دنيا اخرى. ادعي لنا هكا ما تعرفش عليها 56 في 50 الله اعلم العمر بيد الله. ان شاء الله ربي يطول في عمرنا، ان شاء الله ربي يعطيك العمر بالصحه والعافيه. شكرا لك ليلى، وربي يخلي لك صغارك ان شاء الله تشوفهم في خير وعافيه، وان شاء الله يا ربي الايام الجايه تخليك تشكر الزمن على الايام اللي وصلوا عاشوها صغارك. مصريين حتى لحديث تعليل في كلام القلب، موضوعنا لليوم خايف من غدوة، علاش ومناش خايف من غدوة؟ كلمنا على رقم 31 308000 31 308000. معنا سي فوزي، اهلا وسهلا. ضوء عسلامة اخوي، شحوالك لاباس؟ الحمد لله. شحوالك سيدي؟ عايش والله الحمد لله، شدة في ربي الحمد لله لاباس. شتعمل في الدنيا سي فوزي؟ والله نعم معناها نخدم مطبخ، عامل يومي معناها طباخ. طباخ عامل يومي؟ طباخ أيوه. نهار تخدم نهار لا ولا تخدم في بلاصه؟ لا لا مو سمع عامل يومي معنا، مش رسمي قصدي معنا، رستور سيما معنا نعمل هذاك. انت غدوه صباح كي باش تقوم وين باش تمشي تخدم؟ بدات ربي باب الخضره. باب الخضره ريستوران قهوه؟ أيوه. ريستوران شناهي؟ مطعم شعبي معنا. مطعم شعبي اش تبيعوا فيه؟ كفتاجي، صحن تونسي، لبلابي؟ تو دخلنا في البلابي عاد والهرج ما وين خلينا نجيو؟ في لافايات خويا. لافايات وين بالضبط؟ وين شارع فلسطين؟ زيدنا عرفت ما نطلعش كي خط اون برانسيب نكون كليت عندك. وين المارشين؟ باهي سافا الامور في الخدمه؟ الحمد لله لاباس، مادام قلت لك عامل يومي لاباس الحمد لله مستوره وكاهو. قداش حان كفتاجي؟ في نص خدامي، احنا موعد تم بكع بعضها مبزوز حصير ولا علينا، كي تجي بعضها فما حتى مشكله. مرحبا بك، منين تكلم فينا سي فوزي؟ أنا شيرة المرنقية ولاية منوبة أخوي. شيرة المرنقية ولاية منوبة، قداش العمر؟ 50 سنة أخوي. 50 سنة، سي فوزي. نعم.
علاش خايف من غدوة؟ والله خايف من غدوة. أنا مطلق من 2019 ديجا، فهمت كيفاش؟ أنا ديفورسي معناها، من أنا 2007 عارف طلقت 2019، ولدي تو 5 سنين عمري، فهمت كيفاش؟ إي ربي يخليهولك. حاصل معناها خايف من غدوة. شنو خايف من غدوة؟ أنا عندي داري الحمد لله، لاباس مستور كما نقولوا الحمد لله، ديما نقول هكا ولا لا. خايف ماك تعرف الوحدة، خايف من غدوة. علاش موضوعك الليلة طلبت أنا حبيت نشارك، فهمت كيفاش؟ خايف على روحك من الوحدة بما أنك عازب تو. يرحم والدي تو، معناها عندي 4 سنين معناها ديفورسي من 2019، فهمت كيفاش؟ هي علاش ما نحيوش الخوف هذا وتتزوج؟ ماهو ان شاء الله. والله حبيت من الراديو هكا معناها حل مباشر، انا اللي جاوبهم اللي عطيته الستاندارديست غادي وكل شيء، فهمت كيفاش؟ ستاندارديست فما امكانيه معناها كفما بنت حلال كما حاجه هكا من عمري انا هكا معناها. ما تحبش ما تحبش شابه في العشرين؟ 20 خويا ان شاء الله اخو مكتوب ويقول باش نعرف كي تكلمنا واحده في العشرين نقول لها لا راكش ماكش من شروط فوزي عليه ولا نخليه خلينا تبين شنو الدنيا ذي. ما واحد خذ تجربه قبل ربما تجربه زي تكون احسن، فهمت كيفاش خويا؟ والله عجبوني برامجك صدقني كل اللي صافيته. كان ما مشيتش الامور نتاع اللي عمرها 20 تخلي لي فرصه نتعرف عليها انا ولا ليه؟ تحبش محليك ولا محليك صدقني تحبها قريبه في العمر فوزي؟ ها يعني سياسة ماك تعرف العمر 30 سنة 25 35 معناتها مرأة راكزة معناتها تعرف الدنيا ذاك عليها خاطر جزاء تجربتي موديل فيها نحب نعاود حياتي ذاك عليها برا يا خويا ما نعملوش ليميت هاي فوق ال 18 فوق ال 18 ومرحبا. إيه ماك تعرف معناها ما عمري أنا 50 ماك تعرف معناها باهي. عندك شروط مثلا تكون تزوجت قبل ولا؟ سمع حتى مشكلة عاد شوي والله عادي عندها صغار ولا صدقني قصة تاع يسرى نسمع فيها من قبيلة صدقني هي المرة المدام قبلي تحكي قبلي تو فهمت كيفاش؟ لا لا والله صدقني أثرت فيا والله صدقني صدقني كفما إمكانية معناها أنتم ما عندكم حتى بروبليم كل شيء تعطيني نمرة والله صدقني نفسانيا ولا نخرجها هكا الجنينة البلاصة هكا فهمت والله صدقني حتى نعمل ربي فهمت كيفاش؟ ليلى عندها زوز صغار واحد 16 واحد 17 عاد شبيه ليه نعطي فيك ما قلت ليه ما قلتلكش انا حاجه نعطي فيك في المعلومات باش تقولش يسرى على يسرى انت لا على اللي كانت معنا توا ليلى انت تحكي على ليلى ولا اليسرى اللي كلمتنا من الاول هي ثانيه ما خلطت في الاخر هذاك علاش انا هي اللي تحكي لها اللي توا كلمنا معاها تو هاي تو اسمها ليلى عمرها 42 عندها زوز صغار مطلقه لا راجلها متوفي فما حتى مشكلة خوي والله بالحق نحكي معك خوي فما حتى مشكلة أنا سير راكز راني كي معنا مخي مريقل يسرى أكبر منك اللي فيها الساعة الأولى 52 لا 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 وديزا هي مريضة نحب نقف معها كاكر ربي معنا نقف معها هي مستحقة الحقيقة شكون يسمح عطيته بلاي نمرو نمرو يسرى عطيوها الليلة بلاي قبيلة حبت عليه به دونك 40 هي تنعطيوك كان تحب فما حتى مشكلة اي بون لازم ليلى تسمح لنا نعطيوك نعطيوها نمروك راه نعم لازم نسألوا ليلى تسمح لنا نعطيوها نمروك ولا حتى بروبليم خويا اموري واضحه مطلق من 2019 اموري ميك بداري الحمد لله لاباس مستور معناها ترى شوفونا ليلى كان تحب تتدخل معنا نشوفوا بالك كي تبادلوا اطراف الحديث ونعملوا حاجه حتى مشكله خويا ايه كان حبت اوكي نمروي عندكم وثم حتى بروبليم خويا بارك الله فيك ويرحم والديك باهي نكملوا معاك شويه تسمح لنا دقيقه اخرى ثم حتى مشكله والله صارت على شكل منطومه خوفك من غدوه بما انك وحدك دونك ولدك يعيش مع امه عندي توامر بني وليد صغيرين وولد كبير فهمت ثلاثه عندك ثلاث الولد الكبير 15 سنين والاخرين 10 سنين محسوب 11 سنين والثلاثي مع امه عند امهم عند امهم حزان عندها امهم بعيده؟ نشوف فين بعد جمعة سنين مش هر أنا وأمه مانيش مش حتى توا ريت حتى توا مانيش متفاهمين فهمت كيفاش؟ بعيدة أمهم؟ ما هي وليت من نوبة هي وليت وليت من نوبة وعلاش تقعد بالشهر مادام نفس الولاية؟ نعم علاش تقعد بالشهر ما تشوفهمش مادام نفس الولاية؟ هم يقراوا عاد ما تعرف واحد هذاك علاش؟ وأنا ما عندنا مانيش كلي نمشي لهم غالي فهمت كيفاش؟ هي تجيبهم لي بالدار علاقتك باهية مع صغارك؟ مع اولادي باهيين اما هي تجيبهم هي فهمت كيفاش تو ماخذ ورقتي من المحكمه وكل شيء فهمت كيفاش هي تجيبهم هي وفهمت كيفاش مو يا بنتي كان طلقنا على ما عادش تو يا بنتي فما تعرف الامور هذه فهمت كيفاش تعيش وحدك اليوم فوزي؟
زي في بالي الحمد لله مفطور الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر. وحدك يا رب. هاي في داري مجهز اموري واضحه على جمالي لاني تابع في مرابط تجيبني لحد سيره وعطيني مرابط نخليها في الدار ونقصد ربي على روحي نخدم على روحي. بالك تحب تخرج تخدم هاي؟ يا عندي شويه هذيك امور خدمه ما حتى مشكل ما عنديش قلق كنت فيها مسامحات البروبليم سامحات البروبليم مخي محلول ومتفتح ونعرف الدنيا. بما انك انت فوزي اليوم طلب زواج احكي لنا على روحك شويه هوايتك شنيه مثلا؟ هوايتي الطبخ طبعا الطبخ معنا ليلى موجوده. الو الو عسلامة يا ليلى. عسلامة يا اخوي ليلى. انت من الزهروني 42 ولا 40؟ 40 معنا 39 شويه 40 خليهم 40 خليهم 40 40 ساعدنا 40 اكثر في الحكايه. ليلى تفكرنا اولادك 17 16 قلت لي ايه باه. زوجك قديش عنده متوفي لو تسمح؟ الله يرحمه. من كورونا الاولى 2019 ثلاث سنين التالي 24 اربع سنين باهي. معانا سي فوزي. نعم عسلامه. ايه معانا. سمعت سي فوزي شويه ليلى ولا تو خلط خلوط؟ لا انا تو طلبتني وانا حطيت التليفون بالشارج. قالت لك علاش طلبناك ولا كيكا دخلت؟ ايه قالت لي. لا قالت لي شنو قالت لك؟ لما تكون طلب ورثنا وحسوا هو معك طارق باهي. ليلى عندنا خونا فوزي ذا هوايته الطبخ وخدمته زاد الطبخ. هو يخدم في مطعم في وسط البلاد وكل امور هانيه والحمد لله. هو كيف كان عنده تجربه زواج ما وفاتش بوفاه الزوجه وفات بطلاق عنده كيفك تقريبا صغار. وقال لك يا اخويا ما هو موضوعنا اليوم خايف من غدوه. انت كنت خايف على صغارك غيرك انت ما عندهم حد وهو صغاره مع امهم خايف على روحه ما عنده حد. عاد قال ليلى اللي حكيت قبيله قال صوتها شجن. قال وانا نسمع فيها كلماتها نحس فيهم ملحنهم بليغ حمدي حس فيهم عملهم حاتم الجيزاني حس الحان طاهر جيزاني تحيه ليه. هكا قال هو قال نحس كي قالت لك على السلامة طارق قال نحس في وردة تغني أما من غير لحن. قلت له احنا عاد ليل وليلى يا ليلى يعاتبني هات تجيك ليلى ونشوفوها تعاتبك ولا فلكما المزدحان. ويا ليلى سي فوزي يحب يقول لك بعض من الكلمات لو تسمحي. تفضل يا سي فوزي تفضل عند اللي بدقي. الو عسلامه. الو عسلامه اخوي. الو عسلامه. لا لو تسمح اختي ليلى. اخويا واختي و ما نحيهمنا هذوما نحوهمنا الهيكا قال لك ما عادش. ليه عاد ما قلت سي فوزي قول يا سي فوزي عسلامه. تفضل. الو عسلامه. برتاح شوي. عسلامه سي فوزي. لاباس ما حوالك صحة لاباس؟ الحمد لله ما حوالك انت؟ والله بربي انا تو طلبت البرنامج فهمت كيفاش؟ وقعدت قلت نشوف معناها كثر مكتوب معناها وهذاك وانا مطلق ديجا من 2019 وكا حكي لك معناها مكتوب يعطيك الصحة. عندي صغار عندهم حاسينوا بداري وحدي تو معناها الحمد لله. شوف ما تقوليش الكلمة الشهيرة لو عندي صغاري مي عندهم انا يا خويا نموت على حاجة اسمها صغار من الاخر. ايه ما تعرفش يعني كان حتى يبدا معاك ما يقلقونيش يعني حتى كي يبدا معاك ما يقلقوش. ايه عندهم حضانة عندها هي خذيتهم ايه عادي اكيد راك تزورهم. اما ولادك انت ولادي انا عاد اما ولادك انت ولادك زاد ولادك هذوك ولادي. ما هو ليلى ليلى نعم وفوزي قال لك صغاري عند الحضانة عند أمهم يعني ما همش يعيشوا معاه مش 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 يفرح فيك جس يعطي فيك في معلومات عليه صغار عند أمهم ويشوفهم اي تقصد ما يقلقكش حتى باش يقولوا لي اسمع صغارنا عند أمهم صغار بعد يظهر لي لا يعني. فوزي تسمع فما حتى حس بحذيه صغار هكا عند أمهم يشوف عند أمهم بالورقة يقلقني والله يشوفهم مرة في الجامعة مرة في جامعتين مرة في شهر أنت والقراية عادي بالعكس هاي كده اسمع ليلى عندي زيارة المحكمة كهو انا ماخذ ورقة زيارة نتاع المحكمة كهو ليلى نعم هدي شوية في التونسيون فوزي ما يحبش شكل تعليق الصوت ياسر
اسمعوا اسمعوا نصيح باش تسمعوني. ايه علاش نسمعوك عنا هنا اللي باف اللي يخدموا له بس عليه. ها اسمع خلي كمل باقي فوزي يحكي بعد انت ليلى باش تحكي. تفضل نرتاح شوي. ها يا فوزي كمل عاد. اي قلت لك معناها انا اموري مليك معناها كل شيء كما قلت لك ناوي على الخير فما حتى مشكله ولادك انت ولادي انا راهو فما حتى مشكله فما كيفاش يرحم والديك وما فما حتى مشكله فما حتى مشكله كما عندي انا الولاد انت عندك الولاد هذاك نحطهم في عيني ما تعرف ولا لا ربي يخليك وحتى انا حتى ترى مني كان خير يا ليلى ترى مني كان خير قدرت تخبي حتى خير ان شاء الله فوزي حتى في الراديو وريتي في الراديو هذاك صدقني صدعها على الاخر وراح مطلوب من الصدعها. اي بالطبيعه عمل هو هكا وبعد بالشهر ما هو الاول. والله انا صدعها صدقني. يا دي اسمه طارق اللي في الراديو. يا طارق. فيه يقول اسمي. خويا طارق. قل لي يا سيدي. خويا طارق. قل لي. نعطيك الجو نعطيك الحلو وكل شيء تبدا حتى الراديو اللي خادم الجماعه كله ثم حتى مشكله. شنو حلو وجو كهو؟ صدقني راني مش نكملك باش نكونوا مش راح مش نكملوا لك سخرنا ربي باش نكملوا لك نص دينك جي وحلو انا حطك البدايه ديك بعد خلي البقية عليا تكتب لي اشترد ليلى تحبش تقول انت حاجات على روحك ولا انا هاني قلت لك طارق انا لا مش لي انا الفوزي الفوزي قولوا ياسي فوزي تفضل تيري انا بنا سي فوزي تسمع فيا نعم ما في دار كري ولا لا لا في دار كري انا كري انا وليدي كها ثم حتى مشكله ما بالنسبه لجاري انا كل مره حاجه معناتها ما عنديش وانت سي فوزي كري ولا في دار لا لا داري 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 مانيش كري داري خويا داري لا ما شاء الله سي فوزي كامل تعرف الطيب المهم تي هو يخدم لا كاك امور يا توترات تصنيف وتراب بنكان وتراب قدس ربي صدق عادي شاب لك كفتيش انا كنا فيك في راجك المرحوم الله يرحمه معناها انه يطلب الرحمه كل شيء تبكي فيه معناها قدرة ربي ترى مني كان خير قدرة ربي ان شاء الله ان شاء الله اللي فيه خير ربي يسهل فيه ترى ندخلوا في بعض التفاصيل اخرى بعدين فما انت ضد فكره الارتباط ليلى ولا عندك قابليه الحقيقة ولا ما شفت الحقيقة ما خممتش الحق تعرف توا هنا خممنا مع بعضنا مش فكرة بطالة توا الحق علاش لا إذا واحد هكا ما تنكون ولد عائلة ونتمنى على أولادي علاش لا توا باش نسألكم بعض الأسئلة لو تسمحوا تجاوبونا مادام زوز تقريبا قابلين الفكرة هكا ولا إيه فوزي بالطبيعة عندي صعب الفكرة ليلى محمد رسول الله سي فوزي نعم شنو أخي بحاجة فيك ديفو أخي بحاجة فيها أي ما تقوليش كامل الكامل ولا ليه ليه أخي والله صدقني لازم تقول ده يقسم الخايب هاي باش نقص سيرك معناها هي يعطيني حاجة مثلا أنا تسألني طارق شنو الحاجة الخايبة فيك مثلا نقول لك مانيش بونكتويل راني ما عنديش مع الوقت جملة وحاجة أخرى راني فيسعة ما نتقلب نهار ميت فاني عليك نهار بارد انا عكسك انت يا طارق نوسع بالي شويه وكل شيء ناخذه بالمريقل وعندي غلطه نصلحها يعطينا ديفو فوزي ما تنجمش تكون ما عندكش ديفوات ديفو شنو نقول لك ديفو تاع الحياه معناها ليلى ليلى نعم تحبش تعرف علاش فوزي طلق لا لا حاجه ما انا نحب نعرف فوزي علاش طلقت علاش طلقت ما كانش انا وياها ايش علاش نيه ما تفهمتوش هي تبيع وانا تبيع هي مخ وانا مخ هذيك هي مخ هذاك هكا باهي ليلى شنو اخي بحاجه فيك ديفو انا عندي غش غش هذا ما حيولك نرفوزيه قال لك اسمع قال لك يا فوزي تغشش طاج طنجره لا 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 اخر مره قال لك تغشت رميت مقله والله محليك يا طارق صدقني محليك ورحمة بابا محليك شوف يا طارق شوف قل بالحق انا ريت عندي الغش فيس عن تغشش مي اكثر مني ما فماش واحن مني ما فماش والله تكسر حاجات ليلى كي تبدا تغشش لا لا تعرف كي نتغشش ما نحب نحكي مع حد بدون نبكي كها قال لك فوزي تو نحيوه الغش ما نحب نحكي مع حد كي نتغش ما وقلق انا كي قلت طارق هذاك عليك فماش اسئله اخرين فريق تحبوا نسالوهم كي جايب بالكم سؤالك ايه للي قدامهم يتعرفوا
برا قال لك فوزي قديش طولك؟ بالك ليلى ما تحبش تكون اقصر منها مثلا ولا ما يقلقكش؟ انا اي انا 167 وليلى والله ما قصرش الحقيقه متوسطة طويلة قصيرة مش طويلة طويلة مش متوسطة متوسطة وبصحتي نقول واحنا 165 ايه كي كنصور وبصحتي بيه بيهين حتى التو ريك عزة متاع اسبوعي اي انا كي ممتاز ممتاز هو فوزي كما البيجي كما البيجي ماتريكس ليه عاد ليه عاد بيه ليلى الله محمد رسول الله شنو هي اكثر حاجة مغرومة بها ليلى والله مغرومة بكل شيء الحقيقة نحب كل شيء حب المسلسلات لا الحقيقة التلفزة جملة فوزي مغروم بالكورة الكورة نشوف التلفزة معناها هي كيف الشناد ولا شنو هي جماعة أنا التلفزة ما عنديش معنى نعشق راديو نكسر الحقيقة ما لا 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 أكل عندي تلفزيون وعندي راديو فما حتى مشكلة ليلى في الكوجينة تحط الراديو وأنت في بيت القعاد تحط التلفزة فما حتى خليها على راحتها يا سيدي بيه فوزي توا ليك الكلمة عندك 20 ثانية ولا 30 ثانية عندنا كرونومتر سيد المخرج عندنا كرونومتر كي نجموا نحطوه باش نحطوا له كرونومتر باش تسمعك فيه ليلى حتى تقنعها انه مش ديريكت ما نحكيوش على زواج مباشر انه تتقابلوا تحكيوا لعل تصير حاجه واضح ان شاء الله هاي حضرش الكرونومتر يلا 1 2 3 تفضل سيدي 59 ثانيه ليلى نعم انا ناوي على الخير يا ليلى ان في خير ربي يسهل فيك اي ونمروك ناخذ مستندار ولا كيف ما عرفتش هذيك امور اخرى حاول اقنعها انه تتقابلوا فوزي مازالك 30 ثانيه اي نتقابلوا فما حتى مشكله نتقابلوا على خير وعلى ترى منك قدره ربي وين نعم وين تستدعاها وين تتقابل وين تقول لي هي ما نخليها على راحتها هذاك على بكذا لا عاد احنا في صبرنا مع الناس المراه هي لا المراه ولا كده لولاني حبي نجي نخطبك من داركم ولا كيفاه ولا نعرف شو انت وين بس تعرفوا وين تتلقاو من الاول يعني تتلقاو مشكلة كيف ما حتى مشكلة انا تونس نعرفها الكل انا كيما نقول وخي انا ما نعرف في الجملة تونس قلنا نحن وخي ليلى ليلى ترى 20 ثانية انت يسمع فيك فوزي انت شنو الحاجات بالحق اللي تستناهم من راجل ياخذك في الوقت الحالي يلا 20 ثانية ليك انت والله الحقيقة اول حاجة نحبها هي راحة البال وكان على الفلوس تمشي وتجي وكان على الزين يمشي وتجي وكان على نعرفش بجيب لي ديار كيف كما تكون كما ما تكونش وما تديش دار ما فماش دار تبني بلاش سعادة وبلاش راحة بال وبلاش تفاهم وبلاش بلاش هكا يعني ما الدار بلاش تفاهم وبلاش حب صادق وبلاش ما تسميش دار الحقيقة وفي الوقت ليلى من راجل يفهمني يعني وكا واضح دونك ليلى باش نعلقوا عليك باش نعلقوا على فوزي باش نعطيو نملوك لفوزي تسمعها؟ اي ان شاء الله باهي عايشك طارق سهريه كلب الليل تكون مش هكا وبعد تجبد روحك شكون على فوزي؟ راك انت الاول انت انا كيفاش نجبد روحي؟ اذا فما حاجه شنو نعمل انا مثلا؟ اذا فما حاجه انا عدول شنو يعني معاكم شنو معناه؟ معانا لازم نشوفك شنو ولدكم السادس شنو يفسر؟ لا لا لازم معانا تبدا شنو كيما بديت كمل نحرك في العرس تقصد اي والله يا سيدي كان انا ما عنديش خو انت خويا كبير انا هاني معاك مال في بلاصه بابا يرحمه في بلاصه الله يرحم كيفاش سيد مخرج شنو تحب قولي 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 قال لك سيدي كنت فهمت وتجيب احذانا هنا اي انا اش قال فوزي ما يسالش ما يقلقكش المراه تحضر في الميديا نمشي ولا فما حتى مشكله حزار فوزي لا والله لا والله لا باش نعطيو الرقم الفوزي ليلى باش يكلمك وتنسقوا الامور اذا فما حاجه هكا كلمونا وارجعوا لنا كونفيرميو الحكايه وك عندك النمر ليلى سينو فوزي شكر لكم الزوز اللي شاركتونا هالمومون راديو هذه اللحظه الاذاعيه تيلة 12 دقيقه جيناكم خاطبين راغبين في بنت الحساب ونسب ليلى
الخونة فوزي، على ما يبدو الأمور ماشية في الخير، ماشية كينا شدة ثنية باهية، كان شدوا ثنية باهية تاو يجيو بحذنا هنا إن شاء الله ونفرحوا لهم ونكونوا حاضرين. كما قال فوزي أنا باش نتلهي بالجيو الحلو، أنا لقيت له شكون باش يكون بشيخ وفي الآخر عطاني تاش نتاع الجيو الحلو، عطاني روزاتا لسالي عطاني الجيو الحلو. شكرا لكم كل الناس اللي قاعدين تتابعوا فينا، تزغروتا على العرايس كان تمت الأمور، إذا ما تمتش فوزي عاود كلمنا تعرف تشوفوا حل آخر. موزي معكم حتى الهداش تاع الليل في كلام القلب، موضوعنا اليوم خايف من غدوة. فوزي طلبنا خايف من غدوة ولا سيدي خايف لا يقوم غدوة مخر خاطر باش يسهر ليلة يحكي مع ليل. دونك ما تعرفش الخير منين يجي، ما تعرفش الباب كيفاش يتحل. هذه ميسيون كنا قاعدين عملناها قد تكون واسطة في عرز، وتصوروا بالحق الفريق احنا تو عملنا حصة كي تصور أجرنا عند الله، كان زوز يكملوا نص دينهم بعد سويت الحصة هذه. إن شاء الله يا ربي تكمل الحكاية هذه، خاصة ليلى. ليلى كلمتنا برشا مرات ونعرف حكايتها ولحظات اللي عاشتهم برشا حاجات الحق تستحق شكون بعدها كيف كيف فوزي. خايف من غدوة، من شنية، من شكون، علاش؟ كلمنا على الرقم 31 380,000 31 380,000. راجعين معاكم بعد شوية في كلام القلب. بعد شوية مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على EFM أحلى غاديو. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM أحلى غاديو. 10:48 دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب موصين حتى الأحداث متاع الليل. كل تحية لكم متابعينا وين ما كنتوا، تابعوا فينا حلقة جميلة وآخر التليفونات كانت جميلة بالوصال بين فوزي وليلى، إن شاء الله ربي يتمم الأمور ما بيناتهم. موضوعنا اليوم خايف من غدوة، من شنية خايف من غدوة وعليش خايف من غدوة ومن شكون خايف من غدوة. كلامنا على الرقم 31 380,000 كل واحد على شنية يخاف. كان نرجعوا أكي على الساعتين اللي تعديوا معانا، التليفون الأول خايف من المرض، التليفون الثاني خايف على الجينيراسيون تعتوى من المستقبل، التليفون الثالث خايف على صغاره بعده هو، التليفون الرابع خايف على روحه من الوحدة من لا حلقة تي وين تلقى. وبرنامج كيما هكا متنوع فيه الحكايات والقصص والتليفونات، انسى ورجال وتليفونات تخبط وحكايات متنوعة. لا وزيد اللي خايف على روحه من الوحدة، اللي خايف على صغاره لموهم مع بعضهم إن شاء الله باش يعرسوا. هذا الكل تعرفوش علاش نقول فيه، نضيع في الوقت اللي نحضر التليفون، حضرش التليفون يا جماعة، نزيد نضيع الوقت. دونك موضوعنا اليوم فيه كلام القلب، قالك خايف من غدوة. استلهمناه من شنية اللي بدأ معانا الحصة، من غناية آدم. اش يقول آدم في غناية على بالي، ما بعرف شو مخبى بكرة وشو آخر الحكاية، يا خوفي يبقى لي ذكرى بالأيام اللي جاي. كي تبدأ ذكرى خايبة يولي الواحد خايف لا تقعد له موجودة. هات نشوفوا سامي اللي معانا في التليفون من شنية خايف. أهلا وسهلا يا سامي. أهلا بيك خويا. لاباس سامي؟ والله الحمد لله في نعمة والحمد لله. الحمد لله. علاش مطبس راسك كنت تحكي معانا سامي؟ خايف. خايف ظاهر خاطر صوتك فير لو با. قداش العمر سامي؟ 42 زون. ديما التليفون الاخر نعملوه بالسسبانس احنا. وين منين تكلم فينا يا سامي؟ من تونس. منين؟ تونس. من تونس. في بالك بروحك لهالدرجة انه صوتك مشلق اللي انت خايف؟ علخ. هز راسك يا سامي. هز راسك. حاول. ما نجمتش؟ طيب. حاجة عملتها انت ولا عملوها الناس منعتك تهز راسك؟ ما هي عملوها قبل الناس. انت خايف تهز راسك وتغزل للناس ولا خايف تهز راسك وتغزل للمراية؟ خايف من محاسبة هاريخ. من ليه؟ خايف من روحي، حاسم على روحي نجم خور. خايف من ربي؟ برش. علاقتك مع ربي اساسها وبصدق حب ولا خوف؟ حب اكثر من اللي خوف. اما فيها خوف؟
برش أخوه، أما حب أكثر خاطر نعم علي يا ربي الحمد لله. الحب تبعته طاعة؟ مية؟ الحب الربي أي. تبعه من عندك طاعة الربي؟ عندي برشة طاعة، ما مش في نفاق الحدود، مش نكذب عليك أقول لك راني نصلي ونكذير لي. من شنو خايف سامي؟ خايف من غدوة عليش؟ موضوعنا اليوم من العمر. من العمر؟ اي انت توا 42 ردوا باي. ترى في روحك كبرت برشا ولا ترى في روحك مزلت جون ولا اش ترى في روحك؟ انت تشوفني انا كيفاش نعيش وكيفاش نخدم وكيفاش نتصرف، ما تعطينيش كرندو زون. نعطيك اكثر، نعطيك اكثر ولا اقل؟ اعطيني 20 معناها الصحة لاباس الحمد لله. مالا شنو اللي مخوفك من العمر القادم؟ خوفني اني ما نبقاش في ذيك ما كيما هكا فهمتني، نخدم وشي فهمتني، انا نخدم خدمتي صعيبة برشا، نخدم دهان على الدوح وعلى السلالم وعلى العالي، انا تو اليوم نخدم على السيزيام ايتاج لبرا. خدمة اساسها الفيزيك والظهر هكا ولا والصحة ديما الهاجس اللي يعيش معايا في حياتي اني باش نموت وانا نخدم فهمتني وانا نخدم. اش معناها؟ معناها يصير لك حادث حادث ولا شنو؟ خاطر ديما في العالي يعني نسبة مئوية صغيرة برشا في تونس اللي يديروا يخدموا على الدوح هكاك ويريسكيو بحياتهم وكذا. ساعات الناس يقول لي بول انت قلت لي في نيتاج البارح تخدم؟ البارح في قداش في نيتاج تخدم؟ اليوم هابط نص انكيام حتى ايش القاعة ونعاود نطلع ونعاود نهبط ومصمش حتى شكيل عادي يعني برطان على القاعة يعني مش. انت عندك شكون قريب لك شفته في اخر عمره مثلا صحيا تعب ولا هكيك هيجس يدور عليك؟ بوك بابا الله يرحمه. شكون بابا الله يرحمه؟ الله يرحمه. شنو صار الوالد؟ بابا خدم ياسر وتعب وتخلى الليدي يمشي على ساقين باش يقريني انا واخواتي والبنات وباش يوصلنا ويعملنا دار في تونس. لكن في اخر عمر الوالد الصحه خانته؟ بابا على كرسي ويرعش وباش يهزم غرفه يتعب رغم كنت تشوف فيه قبل يصول ويجول ديم. بابا برسني ريت برسني نحكي لك حاجة، أنا عام 90 أنا من مش أكيد تونس، أنا دخلت تونس عام 90 نذكرها كيما تاو، عندي 5 بنات أخوات يحوة شعبية فهمتني، أخواتي يقراو في الليسيات باب وزيام أي أي شوية تتعرض للقلق فهمتني في ساعتها الفترة ذيك 90 تونس راهي مش تونس تاو مش تونس تاو تونس. خلينا في الوالد، خلينا في الوالد. اي نحكي لك كنت تعرض اختي للتحرش ولا واحد يعرض لها ولا واحد يكلمها يخرج هو للكيس، يخرج للكيس يقلبها الدنيا الكل، يتخاف تلبس صحة الدين غير عادية، يخدم في النهار في الليل يعس. كانت عنده عيطة تفجع الوالد يذهل، كانت كي عيط الوالد الناس كل تلبد. الله يرحمه، الله يرحمه خويا هكا ولا ايه؟ الطبيعه صح، الطبيعه صح، كانت عنده بالرسمي بالرسمي ما فهميش ما ريتش ما عشتش مع انسان بالرسمي، والحاجه الوحيده اللي خانته هي الصحه والمرض. من الصوره ذيك متاع القوه والصراخ والحضور والانا الى الى في الاخر عجز ضعف يأس فهمتني، حاله فهمتني الله يوصل لها حظي وبتهاوى، حاله انه انسان ما ينجمش يتواصل وقت انا ندخل فلوس ونمد هالو في البيه هكايا يعني نخدم المرحله الاخرى وهو تعب في 2014 في الفترة الأخيرة كان عنده صعوبة في التواصل في الكلام. إيه تواصل معاه يبكي قال خلاني يتواصل نحكي أصحاب كجونا به على ما يبدأ يبكي إنه حق ومدي بيه وخذاه من عندك أنت كذا، كان إنسان مناضل يخلق يجيب الدينار بذريعه
الوالد من الاول كانت معاه حب ولا خوف؟ نعاود سؤال بابا. هاي في التسعينات الايامات هذوكم اللي قلت لي عليها. ليه خوف؟ انا خرجني من الشارع، انا خويف. انا اختي تعرف التحرش يقول لي اخرج الحومه اقلبها على راسها وضرب وكولة ريحة باش انا نلقى باش نخرج نضرب عليك باش نقولش بنتي ضربوه ولدي ضربوه. عنده خوف منه هو نمشي ناكل عركة انا خسر. يعني خباندية اكبر مني في العمر ناكل ريحة من الناس اكبر مني في العمر نمشيش لي معهم مشاكل باش بابا يخرج. دونك الصورة متاع والدك في اخر حياته هي اللي جاي منها الهاجس هذاك متاع الصحة، خايف من غدوة على الصحة. صحة والعمر. صحة والعمر. متزوج سامي؟ عادي. ما فكرتش في انك ترتبط؟ حبيت منيت. ما واتتش ولا ما كملتش؟ ما كملتش، حط ما كملتش خي. كيريت الصورة متاع والدك؟ آه. في العجز هذاك لقى ولده بحذاه، لقى ما نعرفش كان عندك اخواتك بحذاه. عندي خمسة اخواتي بنات نحكي لك حكاية حاطينه في شفور عينينه. هاي لقى يمكن ما نعرفش الوالدة يمكن بحذاه. ايه ما الوالدة هي بحذاه هو بحذايا انا. هاي سامي كي يكبر طبعا ما يحبش يلقى من نفس القبيل زوجة واولاد؟ الله يتمنيه. أما تعرف الإشكال؟ قولي. مش كل حاجة تتمنيها تلقاه. ليس كل ما يتمناها المرء. أمي الله غالب. ما نكذبش عليك، بردت على الحاجة هذيك جملة كومبليتمون. خاطر حبيت مرة برك وحبيت شخص برك وما كملتش معاه ما حاولتش. إيش صار معاها؟ آه مكتوب كل واحد مشى على روحه وشاف حياتها عاشت ربي هني. يمكن شافتني انا مش اهل ساعتها ما عرفش هذا. وتوا انت اهل ولا انا يوم ما نعرفش ما بيش نحكم على روحي انا. باهي سؤال اخير سامي قبل الاخبار لو كانت الصحه الصحه لو كانت انسان يحكي ويتكلم ويسمع ركز لي على يسمع شو تقولها لو تسمع فيك؟ قولها ما تخليهاش بي. شكرا ليك سامي اللي شاركتنا قصتك. ربي يرحم الوالد إن شاء الله يكون من أهل الجنة وربي ديما يخلي لك الصورة الجميلة والقوية اللي في ذاكرتك على الوالد كالصورة اللي كانت في الأيام الأخيرة. ربي يرحم جميع موتانا، ربي يرحم جميع المؤمنين جميع المسلمين كل الناس اللي فقدتهم إن شاء الله ربي يرحمهم إن شاء الله يكونوا من أهل الجنة إن شاء الله يكون لكم لقاء معاهم في حياة أخرى إذا هو أخوك اللي تفكرته توا وأنا نحكي إذا هي أختك إذا هو أبوك إذا هو أمك إذا هو جدك إذا هي جدتك إذا هو زوجك إذا هي زوجتك وإذا هي الوجيعة الكبيرة ابنك أو بنتك ولا صديقك إن شاء الله ربي يرحمهم إن شاء الله ربي يصبرك على فريقهم وإن شاء الله ديما ذكرى جميلة تقعد في مخيلتك من أجل هؤلاء الأشخاص. ربي يرحم أخواتنا في فلسطين، ربي يشفي الجرحى، ربي ينصر المقاومين هناك في غزة وإن شاء الله يا ربي نصرا قريبا وعظيما. كان معنا أمير في الأخراج، ياسمين بنور في الأعداد، وإمام رابح في الـ FM TV، ياسمين الترودي في الويب. نتقابل معكم غدوة في نفس التوقيت. إلى اللقاء، تصبحون على خير.